طيب عايز استأذنكم نروح بقى من سره الباتع وتألق خالد سرحان إلى هو تألق بقى وأستاذية الأستاذ كمال أبو ريان، والأستاذية زي ما الكتاب بيقول يعني. خلينا نشوف مشهد من عملة نادرة ونرجع بقى هنا إيه نكمل الكلام عن الأستاذ. يا عبد الجبار الموضوع ده فيه إن الواد شداد اتجنن، بيقول لعطية أخويا اللي هيجرب من نادرة هيقتله. تمثيلية يا حسن، تمثيلية من تمثيليات أخوك وأنت أدرى بيه مني. حتى لو الحكاية كده حسن ملوش دخل ولا صالح. ملوش دخل كيف يا مولانا؟ مش هو كبير عيلته وصالحه يكسرني قدام النجع بخطف الحريم من ميت يا عبد الجبار؟ دي مش أخلاقي وأنت عارف. إيه الكلام ده مش حصل قبل كده؟ خلينا بدلوقتي، عايز تعمل ايه؟ والله طالما احنا في دلوك يا مولانا، لو صح حسن واخوه مالهمش دخل يطلعوا برجالتهم مع رجالتي، نجموا على شداد ورجعوا نادرة وحفيدي. موافق موافق، انا اول واحد يطلع. ايه المشهد ده يا جماعة؟ ثلاثة جبابرة بصراحة، يعني أستاذ جمال سليمان، الأستاذ كمال أبو ريا، الأستاذ رمزي العدل. الثلاثة بصراحة جبابرة، مشهد حلو يعني، اختيار موفق من زملائي الأعزاء. تاني عايز أرجعك هنا بقى إيه على الأستاذية، يعني مش بس التألق. في 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 ناس أنا من وجهة نظري المتواضعة جدا يعني، موهوبة بالفطرة. وبعدين تثقل هذه الموهبة بالدراسة وتثقل الموهبة بالممارسة طول الوقت، ولا يتوقف الفنان اللي بجد عنده نقطة، بيفضل مكمل وبيفضل طول الوقت عنده حالة منافسة مع الذات. وأنا في رأيي إن الأستاذ كمال أبو ريا كده، وهو عارف أنا منين ما أكون، لو شفته من على بعد كيلومتر أروح واخد بعضي ونزل رايح مسلم عليه وأقول له شرف ليا يا أستاذ. مش كده يا أستاذ كمال؟ يا فندم الله يحفظك. الله لا والله اصل دي حقيقه يعني، انا دايما اتشرف كده ان انا اشوف حضرتك واجي اسلم. الله يحفظك، ده من ذوق حضرتك وانسانيتك واخلاقك. لا يا فندم ربنا يخليك. استاذ كمال ممكن اسال ايه هو السر وراء، والله مش دي مش مجامله، فكره الانتقال من دور الى دور، حتى لو هتجسد مثلا نفس الشريحه الاجتماعيه او نفس المجموعه السكانيه، يعني مثلا هجسد صعيدي بس استاذ كمال ابو ريا يقدر يقدم لي اربع شخصيات صعيدي مختلفين، ازاي؟ ازاي؟ مش عارف والله. ادينا سر الصنعه. انه انا بتعامل مع مهنه الممثل بشكل علمي، يعني بشكل علمي اكاديمي، يعني اشرح يعني كل لحظه، مش كل مشهد، كل لحظه بتحتاج بحث، يعني بحث وتفكير ازاي تتعمل. فانا بتعامل كده، يعني انا طول الوقت في اللوكيشن بفكر ببحث اللحظه الشعوريه الانفعاليه اللي انا مفروض اجسدها تتعمل ازاي؟ طب وايه البدائل؟ وتتعمل كده ليه؟ بس. وكل شخصيه مكتوبه بتبقى حلم بالنسبه للممثل، يعني بيحلم ازاي يأديها. لو هو ادواته موجوده وثقافته وخلفياته وخبرته موجوده ومشواره وطريقه وخبرته الحياتية، بيقدر يوظف كل ده علشان يخدم الشخصية دي. طيب في الحالة بتاعتنا في عملة نادرة، أي حد زي حالاتي كده يعني ما هوش فنان ولا ممثل هيتصور أنه لازم طالما في خلاف ما بين عيلتك وعيلة الأستاذ جمال سليمان لازم هنلاقي زعيق وشخط وزمجرة وتشنج في الكلام، بالإضافة أنه ساعات كتير يحصل وقوع في فخ تقديم الشخصية الصاعدية انه تبقى شخصية فيها تشنج دائم.
وحضرتك ما عملتش كده خالص. ايوه بالظبط. وحضرتك كنت بعيد تماما عن الحاله دي. ليه؟ لانه ما فيش لحظه تقتضي كده. يعني لو الموقف يقتضي ان الصوت يبقى عالي والانفعال يبقى عالي ويبقى فيه اللهجه يعني المعتاده عن الصعايده، الصعايده مش كده. صعايده هاديين جدا على فكره. جدا جدا. لا بالعكس، يعني هم ناس والشخصيه الصعيديه ليها مواصفات خاصه شويه بيها يعني. صحيح. عاقلين ومتزنين وبيفكروا كويس وعندهم عاداتهم وتقاليدهم واعرافهم اللي هم يعني بيؤمنوا بيها. فليه ينفعل؟ وبعدين عاده الناس اصحاب الشأن، يعني الناس الكبار اصحاب الشأن، تبقى كلامهم قليل وانفعالاتهم بسيطه ولحظات صمتهم طويله، لانه الكلمه عشان تطلع من بقه لازم يتعدي على دماغه الاول يعني. ايوه. فما فيش داعي لما يبقى حد كبير وذو شأن وذو حيثيه في المجتمع اللي هو عايش فيه انه لا يعلي صوته ولا يتكلم بسرعه، لان الناس هتسمعه حتى لو تريث في الكلام وخد لحظات صمت طويله، الناس هتستناه لما يتكلم. بصراحه كان كل لحظه وليها مواصفاتها، يعني كل الفن التمثيل مش يعني مساله ما هي سهله، محتاجه دايما الواحد يشغل عقله. يعني هي يعني الاداء محتاج ذهن صاحي، ذهن واعي. علشان كده انا ضد فكره التقمص، يعني يقول لك فلان بيتقمص، مفيش حاجه اسمها تقمص، في حاجه اسمها تعايش. يعني ببقى شبه الشخصيه كما لو كنت الشخصيه، لكن ما بقاش الشخصيه نفسها. لو بقيت الشخصيه نفسها مش يعني هيحصل لي خلل في تركيبتي الانسانيه والنفسيه يعني. لكن الممثل يتعايش ازاي؟ بالفهم الشديد لكل لحظه بيعملها، كل حاجه يفهمها كويس. هو الفهم يقتضي اعمال العقل. صح. فطول الوقت انا عشان افهم لازم مخي هو اللي يشتغل، فانا بشتغل بعقلي ما بشتغلش مع عواطفي. يعني حتى انا يعني ادائي انا طول عمري ما فيهوش نبره العاطفه اللي يعني اللي بتستجدي مشاعر الناس. مزبوط. يعني لا يعني كل حاجه بالعقل يعني. مزبوط. يعني كل حاجه تتحط تحت ميكروسكوب وتتحلل كويس وتتقال بشكل منطقي ويوصل للناس بصدق، واحاول اصدقها. يعني احاول اكون مصدق نفسي. يعني حضرتك قلت جمله مهمه قوي في البدايه، قلت ان انا يعني طول الوقت بحافظ على اني اكون في حاله ادائيه جيده، منافسه مع النفس طول الوقت، او بنافس نفسي، لان انا بشتغل بالروح دي. ان انا ما يهمنيش الناس هتقول عليا ايه او النقاد هيقولوا عليا ايه، انا يهمني اكون راضي عن نفسي، يعني احقق الحلم اللي انا بحلمه. يعني انا بحلم ان الشخصيه تتعمل بالشكل ده ويبقى وتتأدى بالشكل ده. هذا الحلم اذا ما قدرتش احققه ابقى انا ضعيف. فبس عشان كده بأرضي غروري انا تجاه نفسي، ان انا عايز اقول انا كويس، يعني انا ممثل كويس وانا اللي راضي عن نفسي. لو رضيت عن نفسي الناس هترضى عني بالتأكيد. ده كلام مهم وحلو ورائع، ومش يلقى لدي هوى، ده يلقى لدي كل الإعجاب بصراحة. أنا والله بجد، يعني احنا حقيقي أنا يعني الواحد يتعلم من كلام حضرتك. أشكرك جدا. لا العفو العفو، ده انت والله بجد. لا العفو يا فندم، العفو يا فندم. والله بنحترمك وبنقدرك. الله يخلي حضرتك يا أستاذ كمال، ربنا يخليك يا أستاذ كمال، ربنا يخليك يا رب. دي شهادة يعني شرف ليا بجد. كل الشكر ليك يا فندم، كل الشكر نجمنا الكبير استاذ كمال ابو ريا. شفت قال لك ايه بقى؟ قال لك جمله مهمه وعظيمه. انا مش بمثل في انتظار اراء النقاد، انا بمثل علشان ابقى انا راضي، ارضي نفسي. انا بعتقد ان ده لب الفنان او لب اي حد بيقوم بمهنه ابداعيه. ما تنتظرش التصفيق خالص، اعمل اللي انت بجد من جواك تمتلئ بانه انا فعلا عملت كل اللي اقدر اعمله علشان اجسد الشخصيه دي، عشان احط الجمله اللحنيه دي، عشان اكتب الجمله دي في سيناريو او في روايه او في مسرحيه، علشان اطلع الصوره دي لو انا مخرج، الى اخره. يعني اعمل كل اللي تقدر عليه، اعصر كل موهبتك عشان تطلع فيها الحاجه. هتنتظر التصفيق، وارد انه يصفق ليك على شيء يعني غير ذي جوده، فما تنتظرش. في ناس بتقدم كلام فاضي وبتسقف لها، يعني ينفع؟ ما ينفعش.
وبالمناسبة الصعايدة فعلا كده هاديين، كلامهم قليل، وكل ما تلاقي الصعيدي كبير وسنه كبير، يعني كبير في المقام وكبير في السن، تلاقيه هادي جدا وكلامه قليل جدا ووشه حاجة من اتنين، يا ابتسامة بسيطة انت مش فاهم من وراها ايه، يا وشه ما بيديلكش اي انطباع لحد ما يبدأ يتكلم، واللي تفهمه من الكلام هو اللي تاخده، ما تحاولش تأول ولا تفسر.